هنا جوه الدولاب. يعني ايه جوه الدولاب؟ يعني كلام ما ينفعش يطلع لحد. النهارده انا رايح الصين، حتى شنطه هدوم اهي شايفينها، خلاص جهزتها. هنروح الصين نعمل ايه بقى؟ انا حليت مشكله الاقتصاد والعمله الصعبه، بس يا رب تقدروا تتابعوني في اللي انا هعمله. احنا ليه عاملين شلاتر في مصر ومالينها كلاب وقطط؟ انا عايز افهم وعمالين نلم تبرعات وخربين الدنيا. طب ما انا عندي الحل. ايه هو الحل؟ قول لي ايه الحل يا عم طاطا. بعد اذنك سيبني في الدولاب لوحدي، تعالى خش جوه الدولاب. يبقى عندنا المشكله دلوقتي يا عم اسلام ايه؟ المشكله ان احنا الشلاتر مليانه كلاب وقطط، والكلاب والقطط في شوارع كتير جدا جدا، والسلام منهم للاسف بيتخطفوا وبياكلوه لنا برجر وسوسيز. ارحمونا بقى. والقطط لا ما تبوظش الفيديو، ما تبوظش الفيديو، هعمل تيت على كل اللي انت بتقوله. المهم ان احنا لازم نحل المشكله، ان احنا نبيع القطط والكلاب للصين. انا هروح على الصين وبناشد كل اصحاب الشلاتر يا جماعه، وكل بيوت الكلاب والقطط، وكل اللي مش عايز القطه والكلب يوديها على الشلاتر، واحنا هنشتري من الشلاتر ونودي على الصين على طول. يبقى كده الصين خدت اكتفاء ذاتي من اللحوم وسابتنا في حالنا، وضمننا ان احنا ما ناكلش كلاب. اللي معاه قطه يا ابني بس يا ابني. يبقى كده الشلاتر مش هتحمل هم التبرعات اللي بتلمها، بالعكس ده هتقدر ان هي تلم كلاب تاني وتالت ورابع، ونريح مصر من الكلاب والقطط اللي مرميين في الشوارع. ده اول فكره. سيبني جوه الدولاب. يعني ايه الشلاتر؟ الشلاتر الشلتر ده المكان اللي بيقعدوا يلموا فيه الكلاب والقطط الضاله، ومش لاقيين ياكلوهم لان العمليه صعبه، ومصر ما فيهاش يعني ناس بتتبرع للحاجات دي بكميات كبيره. الفايده، خلينا في الفايده. على فكره بقى في موضوع تاني كمان ممكن يبقى معايا اضافي، ان انا وانا في الصين انا ممكن اتعاقد كمان مش على الكلاب والقطط عشان اريحكم منهم واجيب لكم فلوس بقى، ده انا اجيب لكم بالايوان الصيني. خلوا بالكم المره دي انتوا هيجي لكم بالايوان الصيني. ايوه انا كده جوه الدولاب. لا ده المره دي بقى تبقى ايه الموضوع اكبر. احنا نبدا نستفاد من الاضرار اللي حوالينا. هي مش اسرائيل كان عندها دلوقتي براس وسحالي جريت عليهم وعماله تبهدل فيهم وتاكل المحاصيل وتشخ على الزرع وتهجم على الناس؟ احنا بقى هنعمل الصح. تعالى هنا هنعمل الصح. هنعمل ايه؟ هتعاقد كمان على بيع الابراس والسحالي. يبقى كده احنا ضمننا ان احنا نبيع الابراس والسحالي والكلاب والقطط، وجبنا كل الفلوس اللي الصين خدتها مننا في ال 75 سنه اللي فاتوا. صح كده ولا غلط؟ صح يا اسلام يا لولو. تعالى يابا انا جوه الدولاب لو سمحت. تعالى لي مش هقدر اخرج من الدولاب الا لما اخلص. هتيجي يا زميلي معايا الصين نتعاقد على الابراص والعناكب والكلاب والقطط؟ اسرائيل تبيع الابراص والسحالي واحنا نبيع الكلاب والقطط. ولو حبينا نجيب فيران يبقى ريحنا الكل يا عم. خلي الصين تاكل. الصين يا جدعان بتاكل الكلام ده، ما تقلقوش. طب يا حاج طالما مش سايبين اي حاجه يبقى احنا نبيع لهم كل الليله. كنا معكم من جوه الدولاب.